لا اليوم ما لها علاقة الدعم السياسي، أنا قلت لك هناك معيار ميزان، هذا الميزان ربما حسب ما يقدمه هذا الوزير. يعني تفضل الأخ أستاذ علي، الموارد المائية ربما يعني مع جل احترامنا للسيد الوزير الذي كان ناطقا رسميا لوزارة الموارد المائية خلال الفترات السابقة، ربما لا توجد أجندات حقيقية لتنمية هذه الوزارة. يعني نتحدث مثلا على وزارة الزراعة ونتحدث على وزارة الموارد المائية، نحن نحتاج إلى مفاوض حقيقي أو برنامج حقيقي لتنمية أداء الوزارتين. أنت إذا تلاحظ اليوم وزارة الزراعة شبه ميتة يعني صراحة. كذلك الموارد المائية نحتاج إلى الذهاب إلى الجارتين تركيا وإيران للتفاوض حول آلية إطلاق يعني الإطلاقات المائية للعراق. العراق لديه حصة 100% حسب الاتفاقات ما بين هاتين الدولتين، لكن لا يصل إلى العراق إلا 30%. إذا لدينا ضعف بالتفاوض، لدينا ضعف خلال الحكومات السابقة حول آلية إقناع الجارتين على زيادة الإطلاقات المائية. هناك سدود يعني بنيت كن أخطرها أليسو وأيضا بعض السدود الأخرى التي ربما كتمت المياه عن الأراضي العراقية. لذلك عندما يكون التقييم وفق هذا المعيار بالتأكيد يعني سوف يعني يكون هناك تغيير في الوزارتين. لا أعلم صراحة إن كانا مشمولين بالتغيير أو لم يكونا، لكن لدي علم أن هناك ضغوطات خارجية لاستبدال بعض الوزراء لدوافع يعني كيفية أو دوافع سياسية بحتة، ومعلما أن الوزراء الذين تريد بعض القوى الخارجية استبدالهم هم يعملان صراحة، يعملون بشكل كبير جدا ولديهم نشاطات. لكن حاليا يعني حسب معيار السيد السوداني هو لا يتعرض إلى أي ضغوطات أو أي يعني أو لا يمتثل إلى أي أوامر. هو لديه معيار كما قلت لك ويراقب عن كثب، وأيضا لديه مؤشرات ودرجات يدونها قبيل الاتيان بأسماء من سيستبدل. وأعتقد أنه بداية حزيران سوف يبدأ التغيير بالمحافظين والوزراء.